بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدهرين كلها امين. اولا قبل ما نبدا الكلمه القصيره جدا نشكر الله على عوده ابونا الحبيب قداسه البابا الانبا تودروس الى كرسيه بسلام، ونطلب له الصحه والعافيه ليكمل الرساله التي تمنى عليها الرب. ايضا نشكر صاحب النافه الانبا ارميا الذي اعطانا هذه البركه ان انا اخذ بركه هذه العشيه وبركه ابونا مينا عبود. عشان تبقى عارفين احنا جينا النهارده ليه، احنا جينا عشان نطيب رفات ابونا مينا عبود الشهيد ابونا مينا اللي استشهد في العريش. فاحنا عندنا هنا بعض من رفاته، يعني جت طول رفاته، يعني ايه، طبعا هو لما ضربوه بالرصاص في بعض من سنانه او كفه تتطاير، فجمعوا هذه الرفات وحطوها في انبوبه، واحنا النهارده طيبنا هذه الرفات. ده السبب اللي احنا موجودين فيه. اما جسده فهو موجود في مصر القديمه، لكن يشفع فينا ويصلي من اجلنا. وطبعا هو ببخته، انا مش عارف لما المزمور بتاع العشيه يعني جاب الصدفه ولا بيقول طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد. ده مزمور العشيه، مش معقول يكون جاب الصدفه، يعني ده هو ربنا اختاره. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك الى الابد. طبعا قبل ما ابتدي الكلمه، طبعا يعني مش عايز اقول يعني تصوني مريم زوجته موجوده معنا، وبناته المباركين فيرونيا ومونيكا، وكل احبائه موجودين معنا. وطبعا العشيه النهارده كمان كانت بالطقس الفرايحي، حاجات كده مش بالصدفة يعني، لأن بكرة يوم 29 في الشهر القبطي تحتفل الكنيسة بثلاثة أعياد، عيد البشارة وعيد الميلاد وعيد القيامة. يبقى النهاردة صلينا بالطقس الفرايحي، والمزمور بيقول طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في دارك، يعني كلها أكيد أبونا دلوقتي هو في السماء بخته. صدقونا احنا نقول له بخته. نتكلم كلمة صغيرة. أولا بيقول اسهروا اسهروا لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. يعني اسهروا يعني اسهروا يعني ما ننامش ولا ايه؟ كلمة اسهروا لها عدة معاني، ولكن من معنى من معانيها يعني ايه؟ محاسبة النفس. عشان نقول كلمة كده لفايدة المتكلم والمستمع، لان الواحد ما بيكلم بيكلم نفسه. يعني اسهروا يعني ايه؟ كلمة اسهروا يعني معناها حاسب نفسك. ده معنى من معاني كلمة اسهروا، محاسبة النفس. اليوم اللي يعدي من غير ما الانسان يحاسب فيه نفسه لا يحسبه من ايام حياته، ما يحسبوش. حسبة النفس يعني ان الواحد يقعد مع نفسه كده ويشوف السكة اللي انا ماشي فيها دي هتوصلني ولا مش هتوصلني، الطريق اللي انا عايش بيه ده يدخلني السماء ولا يضيع مني الابدية. ادي معنى السيد المسيح يقول اسهروا اسهروا يعني اقعدوا مع نفسكم وحاسبوا نفسكم، وهل السكة اللي انتوا ماشيين فيها توصل ولا غير السكة وابتدي سكة جديدة، ولا كمل في نفس السكة الغلط دي. ياما ناس ماشية في سكة غلط ومكملة.
وعارفة ان السكة دي ما توصلش للسماء، لكن ادي اول معنى من محاسبة النفس. في ناس تحاسب نفسها قبل الاعتراف، قبل ما اروح اعترف احاسب نفسي، ده نوع. وفي ناس تحاسب نفسها في نهاية اليوم قبل ما ينام، يقول كده ايه: يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل او بالفكر او بالقول او بجميع الحواس، قبل ما ينام. واذا انا عتيدا اقف امام الديان العادل، قبل ما انام. نوع من محاسبة النفس قبل ما انام. في نوع محاسبة النفس بعد ما اغلط، اول ما اغلط اقول لا ده غلط ما نعملوش تاني، ده نوع. واجمل نوع بقى من ده كله هو الواحد يحاسب نفسه قبل ما يغلط، قبل ما يقول الكلمة يمررها على مخه الاول، يقول اقولها ولا ما اقولهاش. ادي محاسبة النفس. محاسبة النفس دي الاباء كتبوا فيها كتب كبيرة قوي. يبقى في نوع من محاسبة النفس قبل الاعتراف، وفي نوع محاسبة النفس قبل ما نام، وفي محاسبة النفس قبل ما بعد قبل ما اغلط، وفي نوع من محاسبة النفس الاول قبل ما اغلط، وده غلط يعني مش اغلط وبعدين اندم، لا انا قبل ما اغلط احاسب نفسي. عشان كده احد الاباء قال له: احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. بدون محاسبة النفس لا ينمو الإنسان في الروحيات. الإنسان ما بيحاسبش نفسه مش بينمو في الروحيات. كلام كتير قوي في محاسبة النفس، لكن أنا عشان السيد المسيح قال النهاردة إيه؟ إسهاره. التاجر قبل آخر الشهر كده بيحاسب نفسه، والبضاعة اللي أنا جايبها دي هتكسبني ولا تخسرني فيه؟ مش يقعد يجي لآخر السنة لنفسه خسران. محاسبة النفس دي مهمة جدا. تذكر قول الكتاب: وانت بتحاسب نفسك لا تقع في اليأس. ما هو في واحد هو بيحاسب نفسه ييأس، بقول ما فيش فايدة فيا، أنا مش نافع وييأس. ودي ضربة من ضربات الشيطان اللي هو الإنسان ييأس. لكن طبعا في محاسبة النفس لازم الإنسان يكون عنده رجاء إن ربنا وعد إن كل الخطايا، جميع الخطايا تغفر لبني البشر. أنا واثق إن ربنا هيغفر لي خطاياي، وإن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا. نقطة تانية، طبعا كل ده هنخش بقى على أبونا مين عبود، هو في السماء دلوقتي. هنشوف بقى آية كده ونفهمها. بيقول كده ربنا يسوع المسيح في يوحنا 14: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فأمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت أعددت المكان آتي وأخذكم، وحيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ربنا قال إيه الكلمة دي؟ طيب السؤال بقى المهم قوي نسأله نفسنا. ربنا صعد يعد المكان بقاله 2000 سنة، فكروا معي المكان اتعد ولا ما اتعدش؟ ردوا معي المكان اتعد ولا ما اتعدش؟ طب ما هو بيقول لو اتعد خدكم، طب ما خدناش يبقى ايه؟ دي المهمة أول لازم نفهمها. هو قال أنا راح أعد مكان وبقاله 2000 سنة، معقول المكان ما تعدش؟ يعني ربنا كان يعني ما عندوش مهندسين ولا إيه؟ ولا ما عندوش طوب وزلط وأسمنت؟ المكان متعد من قبل تأسيس العالم. ودي آية في متى 25 بيقول كده إيه: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسو الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى المكان متعد من قبل تأسيس العالم. وما لقي أنا ماضي لأعد لكم مكان. إعداد المكان هنا إعدادنا إحنا للمكان. يا رب تكونوا فهمتوها وأنا عرفت أوصلها.
هو اعدادي انا للمكان، مش المكان متعد. طب سابني ليه لحد دلوقتي؟ عشان مكاني لسه ما اتعدش. مكاني انا ليه خد ابونا مينا؟ لانه مكانه اتعد خلاص يروح. طب انا سايبني ليه؟ عشان مكانه ما اتعدش، او عشان ما تزعلوش يعني ممكن يكون سابني ليديني اكاليل اكتر. يعني ما هو انا واخد، انا معايا اكاليل بس عايز اديك اكاليل اكتر. يقول ايه؟ الذي ياتي بثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. يعني انا بنقيه عشان يجيب ثمر اكتر، فربنا سيبني اجيب ثمر تاني. وكمان في ايه بتقول ايه؟ ابونا مينا صعد الى السماء، الملائكه بترحب بيه بتقول له ايه؟ من هذه الطالعه من البريه كعمده من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزهرة التاجر. أبونا مين هو صاعد النفس دي؟ الملائكة بتقول مين النفس الحلوة دي اللي طالعة؟ طالعة بالصلاة. الصلاة ده اللي هو إيه؟ كعمدة الدخان. وبعدين معطرة بالمر واللبان، معطرة بالمر واللبان اللي هو الألم والتجارب اللي هناخد منها أكاليل. يبقى المكان اتعد بس انا لسه ما اتعدتش، فاعطيني فرصه عشان اتجهز، ولما اتجهز ياخدني. اول المكان بتاعي جاهز بس ناقصه حته تاني، اكليل اكبر، مكان احلى. فهو المكان الاعداد هو اعداد لنينا. كيف يعدنا الله للمكان؟ باربع اشياء. خلي بالكم احنا هنا في الدنيا دي كان يعجبنا قوي الانبا كراس اسقف العام محلة، كان يقول انا كنت اسمع عظاته دي اتكيف. عدت اسمع بيقول ايه؟ بيقول احنا هنا في مركز تدريب. كان دايما يقول كده، احنا هنا في مركز تدريب بنتدرب على الحياة في السماء، بنتدرب تدريب. احنا لما دخلنا الجيش ودونا مكان كده معسكر مركز تدريب، قعدنا فيه 45 يوم اتدربنا على 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 السلاح وعلى يعني. وبعد كده اتنقلنا للوحدة. طيب انا هنا في مركز تدريب، ربنا بيدربني، انفع اعيش في السماء ولا منفعش؟ طب انا بحب اقعد معاه يبقى ياخدني في السماء، ما بحبش اقعد معاه يقول لي هتيجي تعمل ايه؟ هتزهق. صدقوني يعني شوف ربنا بيبص كده. شاف مريم جلسة تحت قدميه تسمع كلامه، قال دي اختارت النصيب الصالح. فبتحب تقعد معاه؟ كم ساعة بتقعد مع ربنا؟ ولا طب هتروح تقعد فوق في السماء ازاي معاه؟ تحب الصلاة؟ تحب التسبيح؟ هو السماء كلها صلاة وتسبيح. عشان كده بقول اسهروا. اسهروا يعني ايه؟ يعني لما هيجي هياخدكم في الوضع اللي انتوا فيه. صدقوني خلي بالكم الوضع اللي انا فيه هياخدني. طب انا بصلي ياخدني اصلي. انا خايف اقول مثلا واحد قاعد يتفرج على ماتش كورة مثلا، هيطلع يعمل ايه ده بقى؟ هيدور على ابو تريكة فوق، مش هيلاقي ابو تريكة، هيطلع فوق. ما هو قاعد يتفرج على ابو تريكة، خد بالكو. انا شخصيا بتفرج على الكورة، انا مش بقول لما بتفرجش، بتفرج بس بخاف وانا بتفرج ياخدني وانا بتفرج، تبقى مصيبة. ما انا بتفرج على الاهلي والزمالك وبتاع، ربنا خدني في الوضع ده اروح فين؟ اطلع فوق ما لقيش تلفزيون، ما لقيش ابو تريك. الله. طب اعمل ايه؟ لكن انا بس لذلك طوبى الانسان اللي يكون مثلا بيصلي قداس وينتقل يطلع يكمل فوق
بنفس الطريقة. يقول كده في سفر الجامعة، الشجرة لو وقعت على اليمين ولا على الشمال فحيثما تقع الشجرة هناك تكون. انت اخر حاجة كنت بتعمل ايه؟ اخر واضع، اخر واضع زعلان مع مراتك كويس، هتطلع السماء هتعمل ايه؟ مش هتعرف تجابه صلاحها، ما خلاص. زي مرة كان ابونا بطرس جيد المتنيح بيقول حضرت جنازة كده، فلقيت كل الناس بتبكي بس لقيت واحد بيبكي اكتر من الكل، عمال يبكي يبكي. فسألت الاخ ده ماله، قالوا له ده اخو المتوفي. قال طب وماله يعني؟ قالوا لا بس كانوا متخاصمين، كانوا متخاصمين مع بعض، فهو مات اخوه ومن غير ما يتصالحوا. اخر حاجة انت فيها ربنا هتكملها في السماء، واخد بالك؟ طيب انا هقول بس اربع نقط في الاعداد، وانا مش كل واحدة مش هنقول فيها تفاصيل لان الوقت تقريبا خلص. الاعداد ده ما بقولنا احنا ربنا بيعدني انا، طب هتعدني ازاي يا رب؟ باربع حاجات. اول اعداد قال لهم لازم اصعد للسماء عشان اعدلكم مكان. طيب طلع بقى عمل ايه؟ راح قال للاب ببساطة كده، ادي جراحة، بص الجراح، بص جنبي. فالاب قبل الذبيحة، رضى عنه. فهو اول اعداد ان لازم اطلع، عشان كده قال المرأة السمرية ايه؟ لا تلمسيني لاني لم اصعد، لازم اصعد الاول. فلما هو صعد وخدنا معاه ودخل بينا للاب، يبقى ده اول اعداد. من غير كده ما فيش اعداد، يبقى لازم يطلع ويوري الاب جراحاته فالاب يغفر لنا خطايانا. تاني اعداد قال لهم لازم اصعد عشان ابعت لكم الروح القدس. الاعداد التاني هو الروح القدس، قال لهم كده هو متى جاء الروح القدس فهو ايه؟ يعلمكم كل شيء. وقال لهم اكتر من كده في الروح القدس، قال لهم انه ومتى جاء ذاك، وبعدين ايه حتى يعني يعطيكم قوة. يبقى الروح القدس لما هيجي هيعطينا ايه؟ قوة. لكنكم ستنالون قوة متى حل عليكم الروح القدس. يبقى الاعداد الثاني ان يدينا قوة، متى جاء ذاك يعطينا قوة. النوع الثالث، الاعداد الثالث، ان هو بقى شفيع لينا في السماء. ده اعداد لينا، يعني بقى خلاص تغلط الابن يقول للاب عشان خاطري سامحهم، بقى شفيع. عشان كده ده كل ده اعداد، ودي ايات صدقنا. انا يعني مش عاوز الوقت عشان الوقت، مثلا بيقول ايه مع يوحنا، بيقول ايه وين اخطانا احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. طلع فوق عشان يبقى شفيع بيشفع فينا. من غير كده ده اعداد، اغلط الاب يقول للابن عشان خاطري يقول حاضر، ده اعداد شفيع لنا. حتى في لما المسيح لما مشي كده وضرب مثل الكرام، قال له ايه؟ اقطعها، لماذا تعطل الارض؟ فقال له ايه؟ اتركها هذه السنة ايضا. ده الشفيع بيشفع فينا. اخر اعداد ودي اخر كلمة، التجارب. صدقوني احلى اعداد هو التجارب. يبقى بيعدني انه هو طلع فوق ورى جراحات للاب. الاعداد الثاني بعت الروح القدس. الاعداد الثالث بقى شفيع. الاعداد الرابع التجارب.
احلى حاجة في الدنيا التجارب دي، ده معناه ان انت ماشي صح. مفيش تجارب يبقى انت ماشي غلط. هتتجرب يبقى انت ماشي، يبقى الشيطان تعبان منك، متضايق منك. التجارب ده الاعداد الرابع والاخير. طيب ايه الاعداد بقى اللي هو التجارب؟ ربنا في سفر التثنية بيقول ايه؟ الطريق التي فيها صار الرب بك لكي يجربك ليعرف ما في قلبك لكي يحسن لك في اخرتك. التجارب دي عشان ربنا يعرف اللي في قلبك عشان يحسن لك في اخرتك. التجارب ده اعداد، بيعدني بالتجارب. تجارب مدرسة للصلاة. التجارب نرى فيها يد الله. التجارب نأخذ منها أكاليل. التجارب تجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويفكر في الأبدية. كلام كتير في التجارب، لكن الوقت يسمح لا يسمح، لكن أنا بشكر ربنا على هذه الفرصة إن ناخد بركة أبونا مينا، وياريت نوصل للي هو وصله. هو طبعا يعني سرق السماء كده، عشان كده المزمور بيقول طوبى لمن اخترته وقابلته ليسكن في ديارك للأبد، ولربنا المجد دائما أبدين أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. ومع روحك أيضا. كل سنة طيبة سيدي.